تتميز صحافة الأمم المتحدة بتناولها للقضايا الدولية التي تضع بصماتها في حياة الإنسان، وتساهم في خلق توازن دولي عبر قضايا السلم والأمن وقضايا المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ويقوم الصحفيون المعتمدون لدى المنظمة بدور مهم في عملها من خلال مساهمتهم في تعريف الجمهور باختصاصات وعمل المنظمة. I think everybody knows the United Nations has a different headquarters in New York, in Vienna, in Kenya and Geneva. But Geneva is one of the most important because we covered almost all issues, not as New York who are based only the security, whatever, but Geneva's who based the journalists were multi-capacity. They were covered almost everything. تتعاظم الصحافة الدولية المعتمدة بالأمم المتحدة كلما تزايدت التحديات في الساحة الدولية، حيث يحرص الصحفيون المعتمدون لدى المنظمة الأممية على عكس صورة الأحداث الدولية بحرفية ومهنية عالية. I'm so glad to work with Taha as my colleague, and I'm so proud that he works like a very neutral way. Means so even he works with AP or other agencies, but indeed he's a neutral journalist in United Nations. What we appreciated, he would be always work on this way. واحد من هؤلاء الصحفيون المحترفون المعتمدون لدى الأمم المتحدة هو الصحفي طه يوسف حسن، أحد أبرز الصحفيين الذين يعملون بصمت. بصم على مسار مهني متميز في بلد الإنجاز والإعجاز سويسرا، تلك البلد التعددي في تركيبته الديموغرافية والمحشور بين جبال الجورة الخضراء وجبال الألب البيضاء، والذي يصر على الحفاظ على فرادته وخصوصياته وتميزه وعنفوانه وسط البلاد الأوروبية. مسيرة انضمامي إلى صحافة الأمم المتحدة لم تكن سهلة. الطريق إلى قصر الأمم المتحدة بجنيف لم يكن معبدا. هناك تحديات كثيرة تواجه الصحفي قبل انضمامه إلى الأمم المتحدة، من ضمنها الإلمام بقضايا الأمم المتحدة وبالقضايا الدولية وتضمين تلك القضايا في كتاباته ومنشوراته وفي بحوثه. كل هذه الأشياء تمهد وتسهل انضمام الصحفي إلى الأمم المتحدة. اشتهر الصحفي طه يوسف حسن بتغطيته للأحداث والقضايا الدولية داخل أروقة الأمم المتحدة، ابتداء من حقوق الإنسان وانتهاء بالقضايا السياسية والاقتصادية. وجه معروف في أروقة الأمم المتحدة من خلال حضوره المتميز وتغطيته لأحداث المنظمة الدولية والمنظمات الدولية المتخصصة. من خلال تغطيتنا لنشاطات الأمم المتحدة والنشاطات الدولية داخل أروقة الأمم المتحدة اكتسبنا الكثير من الخبرة واكتسبنا الكثير من المهنية والاحترافية. التقينا بعدد كبير جدا من مسؤولي الأمم المتحدة ومن مسؤولي السلك الدبلوماسي ومندوبي الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني. يعني حاورنا الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون، والتقينا بالأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريس، وبرؤساء الوزارات، وبعدد من رؤساء الدول. بدأ الصحفي طه يوسف حسن رحلة مشواره الصحفي في بعض المنابر الإعلامية بالسودان، وانتقل في منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى سويسرا ليلتحق في عام 2004 بنادي الصحافة الدولية بصحافة الأمم المتحدة كصحفي معتمد لدى المنظمة الدولية. المعايير الدولية التي تختارها الأمم المتحدة أو التي تضعها الأمم المتحدة لانضمام الصحفي، خاصة يعني وأنا أتيت من صحافة محلية، أتيت من السودان، وصحافة السودان كما تعلمون يعني لم تكن صحافة دولية وإنما صحافة محلية. طريق وصوله إلى العالمية عبر صحافة الأمم المتحدة لم يكن مفروشا بالورود ولا معبدا في ذات الوقت،
بل واجهته صعوبات جمة وتحديات كبرى، لكن تسلحه بقوة الإرادة والإصرار التي استخدمهما في مسيرته الصحفية عبر دراسة اللغة الفرنسية ومواصلة الدراسة في مدرسة جنيف للعلاقات الدبلوماسية أهلته للالتحاق بالنخبة العالمية في مركز الأمم المتحدة الإعلامي. كما تعلمون أننا نغطي كثير جدا من قضايا الشرق الأوسط، وهناك صراع في هذه المنطقة، يعني نقل الصراع هذا إلى الأمم المتحدة، فهذا الصراع كذلك يجعلنا في يعني في تحديات كبيرة جدا، فلا بد أن تكون محايد، ولا بد أن تكون موضوعي، ولا بد أن تكون متوازن. كل هذه الأشياء يعني تجعلك أنت دائما في يعني صراع، وتجعلك أنت دائما في تحدي، لأنك لا بد أن تكون متوافق ومتوازن مع القضايا، كذا خاصة قضايا الشرق الأوسط. على مدار 16 عاما عمل الصحفي طه يوسف حسن مراسلا للعديد من القنوات العربية وغيرها، الرسمية منها وغير الرسمية، وممثلا للعديد من وكالات الأنباء والصحف ووكالات الإنتاج التلفزيوني الشرق أوسطية، كما تولى إعداد تقارير من داخل أروقة الأمم المتحدة لمجموعة من المنابر الإعلامية المختلفة، معدا ومقدما لبرامج ذات صلة بقضايا الشرق الأوسط والقارة السمراء. كتب الصحفي طه يوسف حسن اسمه بمداد من الفخر، وجعل لنفسه مكانة متميزة في المشهد الإعلامي الدولي. أتى من بعيد محملا بثقافة مختلفة، لكنه استطاع في الأخير من تحقيق حلمه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت في بداية المشوار. الغالي محمد رشاد، جنيف.